السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد عاطف من قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. هاي ذير، إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا من موضوعات اللغة الإنجليزية من سلسلة أهم 1000 كلمة في اللغة الإنجليزية. أنا متأكد 100% إن شاء الله الكلمات دي هتفيدكم جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ إن شاء الله في عندي حاجتين، توضيح وطلب من حضراتكم. توضيح إن الموضوعات اللي بنجيبها في سلسلة أهم 1000 كلمة في اللغة الإنجليزية هي موضوعات مرتبة أبجدية، يعني لو تتذكروا في الفيديو الأولاني واللي هسيب اللينك بتاعه في الوصف تحت في الديسكريبشن، كنا اتكلمنا عن الكلمات الخاصة بالأسترونومي، ثم بعد كده اتكلمنا عن الكلمات الخاصة بالباثروم. فأنتم ملاحظين بدأنا بالأسترونومي، بدأ بحرف الـ A، ثم الموضوع الثاني بدأ بحرف الـ B وهكذا. الطلب بقى من حضراتكم، انا عايز اطلب من حضراتكم يعتبر زي مشوره كده، لو الريتم اللي احنا ماشيين بيه كويس بالنسبه لعدد الكلمات خلاص مفيش مشكله، لو عايزين نقلل عدد الكلمات يا ريت توضحوا لي في التعليقات، لو عايزين نكتر شويه الكلمات في الفيديو بتاعنا يا ريت برضو توضحوا لي في التعليقات. الى هنا تنتهي المقدمه، تعالوا بقى نخش بجد. نبدا بسم الله. أول كلمة معانا هي كلمة alarm clock. alarm clock منبه. طبعا زي ما انتم ملاحظين في البداية خالص مش بقول alarm الإيه ظاهرة، لا ده همزة خفيفة كده alarm clock. صورة تانية معانا صورة bed. bed يعني سرير. صورة التالتة blanket. blanket بطانية. صورة رابعة bunk bed. bunk bed سرير بطبقتين. كلمة الخامسة زي ما انتم شايفين في الصورة صورة chest of drawers. chest of drawers يعني زي ما احنا شايفين خزانة بأدراج نسميها العسكري احيانا. صورة اللي بعد كده صورة clothes hanger. clothes hanger شماعة الملابس. الصورة اللي بعد كده صورة drawer. drawer وفي نقطة شائعة خطأ اللي هو بعض الناس بتقول drawers. drawer في صوت الواو، لا ما في صوت الواو، المفترض بقول بقسمها مقطعين draw في الاخر كده ضمه زي حرف الاو كده نقطه حرف الاو وبحط الار على طول لازقه فيها فاقول drawer. drawer. صوره بعد كده صوره dresser. dresser. dresser تسريحه. صوره بعد كده صوره lamp. lamp وبنطق البي في الاخر تبقى فيها نفخه صغيره كده مصباح. صورة بعد كده ماتريس. ماتريس مرتبة. صورة زي ما انتم شايفين فيها صورة اللي بعد كده بيلو. بيلو وسادة. زي ما انتم شايفين في الصورة اللي بعدها كويلت. كويلت. كويلت لحاف. صورة اللي بعد كده صورة شيتس. sheets ملايات. اللي بعدها telephone. telephone احيانا بنستخدم التليفون كشكل اساسي في اوضه النوم telephone. اخر صورة معنا في الكلمات والصور الخاصة بالبيدروم في اوضه النوم هي wardrobe. wardrobe. wardrobe يعني خزانة الملابس. تعالوا بينا بعد كده ننتقل للكلمات الخاصة بالطيور. هناخد أهم الطيور الشائعة اللي دايما أي إنسان بيشوفها في حياته، فتعالوا نتعرف إيه هي الطيور في حياتنا. زي ما احنا شايفين أول صورة على يدينا الشمال صورة عصفور الكناري. كناري. 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 صورة تانية صورة check. ش ش في ت شين كده فأقول ال CH بنطقها ش ش check وال CK بنطقها صوت ال K check كتكوت. صورة بعد كده صورة chicken. chicken
يعني دجاجة. صورة بعد كده صورة crow crow وبمد في الآخر زي ما احنا شايفين crow غراب. الصورة اللي بعدها صورة dove مش dove dove يعني حمامة أو يمامة. بعد كده صورة ducks ducks البط. صورة بعد كده eagle eagle نسر. صورة بعد كده صورة goose 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 يعني أوزة أو وزة باللغة العامية بتاعتنا. ننتقل بعد كده الصورة اللي ظاهرة معانا صورة hawk hawk. ال A W بنطقها زي صوت حرف ال O hawk. الصورة اللي بعدها صورة hen hen دجاجة. الصورة اللي بعدها صورة hoopoe hoopoe وفي بريطانيين بنطقوها hoopoe hoopoe اتنين صح معناه هدهد. الصورة اللي بعدها ostrich ostrich يعني نعامة. بعد كده owl owl يعني بومة. الصورة اللي بعدها parrot parrot بغبغان أو ببغان. الصورة اللي بعد كده peacock peacock طاووس. الصورة اللي بعدها pelican pelican يعني البجع. في كلمة تانية هناخدها نفس المعنى قدام دلوقتي. زي ما احنا شايفين في الصورة penguin penguin بطريق. الصورة بعد كده pigeon pip pigeon. الجي هنا بنطقها دال جيم فأقول ج ج ب جن pigeon. وفي كسرة بعد الجي يعني الإي أو بنطقها زي كسرة صغيرة كده فأقول بي ج إن pigeon pigeon يعني زي ما احنا شايفين. الصورة بعد كده روستر روستر ديك. سيغال سيغال نورس البحر. سبارو سبارو عصفور. سوانز سوانز وهنا جمع اسم الجمع يعني البجع. الصورة اللي بعدها تركي تركي ديك رومي. آخر صورة معانا في حلقة النهاردة صورة woodpecker woodpecker نقار الخشب. أتمنى يكون الفيديو النهاردة مفيد جدا لحضراتكم وكانت حلقة النهاردة بتركز على أهم الكلمات الخاصة بأوضة النوم والطيور. وطبعا زي ما احنا عارفين في السلسلة بتاعتنا ده كورس أهم 1000 كلمة في اللغة الإنجليزية وبحاول أجيب موضوعات أنا مرتبها alphabetically يعني أبجدية. وإن شاء الله انتظروني الحلقة القادمة كلمات جديدة ومفيدة لحضراتكم. أتمنى الكل يكون استفاد. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفاد وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.